مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مركز الأخبار نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار العاشرة. أهلا بكم مشاهدينا وإلى أبرز العناوين. تحيات القيادة الروسية لجلالة السلطان المعظم أبقاه الله ينقلها معالي سيرجي لافروف خلال استقبال سمو السيد فهد بن محمود له. السلطنة تؤكد خلوها من فيروس زيكا وتعلن جاهزيتها لرصده وكيفية التعامل معه. عريقات يقول إن ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة تعتبر جرائم حرب. الذي تمارس سلطة الاحتلال الإسرائيلي الآن يرقى إلى إرهاب دولة حسب ميثاق جنيف الرابع لعام 49 جرائم حرب. وفي أخبار الاقتصاد نتابع. الهيئة العامة لترويج الاستثمار والتنمية الصادرات إثراء تعلن في مؤتمر صحفي عن خطتها للعام 2016. وتتابعون في النشرة الرياضية. الاتحاد العماني لكرة القدم يعتمد قائمة الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان ردا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة الذكرى 60 لاستقلال بلاده. أعرب فيها عن شكره وتقديره لجلالة السلطان المعظم على تهنئته الصادقة متمنيا لجلالته دوام الصحة والسعادة وللشعب العماني المزيد من التقدم في ظل قيادة جلالته الحكيمة. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميثري بالا سيريسنا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب فيها جلالته عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته له بوافر الصحة والسعادة وللشعب السريلانكي الصديق باضطراد التقدم والازدهار. استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء اليوم معالي سيرجي لافروف وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية، حيث نقل معالي تحيات فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية وتمنياته الطيبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله وحكومته بدوام التوفيق. وقد رحب صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بمعالي الضيف والوفد المرافق له، وتناول اللقاء استعراضا شاملا للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعم أوجه التعاون بينهما في العديد من المجالات، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين، كما تم استعراض التطورات الراهنة والمساعي المبذولة لتقريب وجهات النظر في كافة القضايا مما يساعد على دعم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جانبه أعرب معالي وزير الخارجية الروسي عن أهمية هذه الزيارة على صعيد تبادل الرؤى والتشاور ترسيخا للتعاون بين البلدين، مؤكدا تقدير بلاده للسياسة الحكيمة التي تنتهجها السلطنة في علاقتها مع دول العالم. وقد أبلغ صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء معالي الضيف نقل تحيات جلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين والحكومة في جمهورية روسيا الاتحادية. حضر المقابلة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، كما حضرها سعادة الدكتور أنوار بيك فاضيليانوف سفير جمهورية روسيا الاتحادية المعتمد لدى السلطنة. وقعت السلطنة وروسيا اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة. وخلال المباحثات التي عقدت اليوم في مسقط استعرض معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية مع معالي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية استعرض تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات على الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين السلطنة وروسيا الاتحادية إحدى نتائج محادثات معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية مع معالي سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي. الجانبان بحثا أيضا تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع الاستثمارات في مختلف المجالات. تم تأكيد الاستفادة في ما وصلت إليه العلاقات الآن في بيننا وبين روسيا الاتحادية، وهناك عدد من المؤسسات والشركات الروسية تقوم بتنفيذ مشاريع استثمارية في السلطنة، وذكر واحد منها هو مشروع البيبات الأنابيب، ومشروع من شركة كبيرة في روسيا في منطقة صحار، وطبعا هذه مشاريع سوف تتوسع. وتم إبلاغ الوزير بأن السلطنة ترحب بكل أنواع الاستثمارات والصناعية في السلطنة لصالح السلطنة ولصالح السوق العالمية. العلاقة بين السلطنة وروسيا لا تقتصر على جانب واحد. اجتماعنا هذا تم النقاش فيه حول الكثير من القضايا السياسية، ونتطلع إلى زيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وهو بلا شك في ازدياد، كذلك تحسين الاستثمار وتكثيف الجهود في هذا المجال. وناقشنا التعاون حول الاستخدام الأمثل والسلمي للطاقة النووية، وروسيا ترى إمكانية استثمار هذه الطاقة في السلطنة. كما تناولت المحادثات العديدة من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، أبرزها تطورات الشأن السوري ومحادثات السلام الجارية في جنيف لوقف الحرب الدائرة هناك منذ 5 سنوات. عمان طبعا عضو في المجموعة المساعدة للملف السوري، وهذا اجتماعات عقدت في فيينا، والاجتماع القادم سيعقد في فيينا في 11 من هذا الشهر، والسلطنة تحضر كل هذا. وبطبيعة الحال تم بحث هذا الموضوع مع الوزير الروسي، وهناك بعض الأفكار ربما تساعد وتظهر وتكون هي معينة لجهود المبعوث الدولي ستيفان مستورة، وتفتح أبواب من المأزق الذي الآن ربما ظهر في اجتماعات جنيف. وتحدث الجانبان عن أزمة أسعار النفط الحالية والجهود المبذولة لعودة الاستقرار إلى السوق النفطية من خلال التعاون بين الدول المنتجة. السوق النفطي متأثر بعدة أسباب، ولا أؤمن بأن هناك شخصا يفهم الاتجاهات. المهم النظر في القضية بتمعن وعن كثب وتبادل التقييم للسوق، وهذا ما نفعله مع أوبك ومع المنتجين للنفط. وإذا ما اجتمعت هذه الدول المصدرة للنفط فسوف نكون مشاركين معهم. زيارة مع الوزير الروسي للسلطنة تتزامن مع حراك دبلوماسي تشهده مسقط هذا الأسبوع، معززة الدور العماني في نشر السلام ودعم الجهود المخلصة لاستتباب الأمن والاستقرار لمختلف دول العالم والمساهمة في حل الأزمات بالطرق السلمية. بتكليف سامن من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، شارك معالي الشيخ سعد بن محمد المردوف السعدي وزير الشؤون الرياضية في حفل افتتاح فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته 30 بالجنادرية الذي أقيم مساء اليوم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. وعلى هامش فعاليات الحفل استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية معالي الشيخ سعد بن محمد المردوف السعدي وزير الشؤون الرياضية، حيث نقل معاليه خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنيات جلالته الطيبة له وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار. من جانبه حمل خادم الحرمين الشريفين معالي وزير الشؤون الرياضية نقل تحياته إلى أخيه جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية وللشعب العماني المزيد من التقدم والنماء. بمباركة سامية من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه،
أعلن معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني عن إطلاق مبادرة لتحسين بيئة الأعمال. جاء إعلان المبادرة خلال انطلاق أعمال الدورة الثانية لفريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. بمباركة سامية من لدن المقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، إطلاق برنامج وطني للقيادة والتنافسية للجهات الحكومية. سيتم إن شاء الله إطلاق المبادرة الوطنية لتعزيز بيئة الأعمال في مشيئة الله في الفترة القادمة. سوف تتضمن هذه المبادرة تطوير إطار مؤسسي وتشريعي لمشروعات الشراكة. فريق من القطاعين الحكومي والخاص يشارك في مجموعات عمل مع عدد من الأعضاء الجدد المنضمين للبرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين في دورته الثانية، وسط إشادة بنتائج الدورة الأولى ودعوة إلى الاستفادة من هذه التجربة. ما قدمت في السابق من مواضيع ونقاشات أفرزت في نتائج عبارة عن مشاريع وعبارة عن توصيات جدا جيدة. هذه التوصيات وهذه المشاريع بإذن الله سوف ترى النور قريب، وهناك أيضا نقاشات في تنفيذها. تناغم وحوار بناء لإرساء أرضية مشتركة للعمل أنتجت مجموعة من المبادرات تساهم في تحقيق الأولويات الوطنية. ومنبر تشاوري حقيقة راقي جدا، يعني أحد مراكز التفكير المتميزة في السلطنة، وإحدى المبادرات الكبيرة التي تسهم في تعزيز الحوار بين القطاع الخاص والقطاع العام. البرنامج تم بناؤه بالتعاون مع جامعة أكسفورد والمعهد الدولي للتطوير الإداري في سويسرا، ويتضمن جلسات فكرية وبرامج تعليمية ومشاريع تطبيقية يبدأ تنفيذها في شهر مارس المقبل. الكل يبدأ بأفكاره بوجهة نظره في كثير من المشاريع، ربما تكون بعضها مشاريع استراتيجية ومشاريع مهمة للاقتصاد الوطني. متفائل أخير بهذه المبادرة الوطنية الطيبة اللي تجمع القطاع الخاص بالعام، خاصة أن إحنا في وقت بأمس الحاجة إلى مثل هذه الشراكات بين القطاع العام والخاص من أجل عمان أفضل. ويعمل الفريق حاليا على عدة مبادرات تهدف لتعزيز بيئة الأعمال وتطوير الكفاءات الوطنية ضمن إطار مؤسسي وتشريعي. اللقاء كشف أيضا أن العمل يجري حاليا لتصميم مشروع آخر باسم الصندوق الوطني للتدريب، سيعنى بتأهيل الكوادر الوطنية الشابة. مبادرات وطنية لتمكين القطاعين الحكومي والخاص ورفدهما بكوادر وطنية قادرة بتأهيل عالمي على التعامل مع المتطلبات الحالية والمستقبلية. أحمد بن عبد الله الندابي، مسقط. ذكرت وزارة الصحة أن السلطنة خالية من فيروس زيكا الذي لا يزال منتشرا فقط في القارتين الأمريكتين. وذكر معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة سابقا أن الوزارة تمت كافة الاحتياطات للحيلولة دون التأثير بالفيروس، مؤكدا أن كل البيانات المتوافرة لدى الوزارة من قبل المنظمات الدولية تذكر أن منطقتنا خالية تماما من الفيروس. وحث معالي الدكتور وزير الصحة على إرجاء السفر للأمريكتين، خاصة للنساء الحوامل، أو اتخاذ كافة الاحتياطات المتخذة في هذا الجانب. وعن فيروس زيكا أيضا، أعلنت وزارة الصحة الأمريكية أنها اكتشفت حالة لمريض متأثر بالفيروس في ولاية تكساس. نعم، وللحد من تأثيرات الفيروس فيها قالت الحكومة البرازيلية إنها تعهدت بنشر أكثر من 200,000 جندي للحد من انتشار زيكا، في حين دعت منظمة الصحة العالمية لفرض حالة طوارئ عالمية. حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي فيروس زيكا على مستوى العالم، ونبهت إلى أن ما بين 3 إلى 4 ملايين شخص قد يصابون به في القارتين الأمريكيتين هذا العام، وأن الفيروس انتقل من مرحلة التهديد البسيط إلى التهديد المثير للقلق، وهو أمر يستدعي فرض حالة طوارئ عالمية، وطالبت تقديم تبرعات عاجلة للتخفيف من آثاره. ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن أكثر من 400 حالة لأطفال ولدوا برأس حجمه أقل من الطبيعي،
وأنه لا يوجد تشخيصا دقيقا لتحديد ما إذا كان شخص قد أصيب به أم لا، كما أنه لا يوجد لقاح ضد الفيروس حتى هذه اللحظة. وأعلنت السلطات البرازيلية أنها ستركز جهودها لمكافحة انتشار الفيروس. وفي الهندوراس أعلنت الحكومة حالة الطوارئ الوطنية للتصدي لتفشي زيكا، ورصدت ميزانية تفوق 10 ملايين دولار لمنع انتشار الفيروس، بعدما بلغ عدد المصابين به منذ شهر ديسمبر الماضي أكثر من 3500 شخص. وبالانتقال إلى غوانتيمالا، سجل فيها أكثر من 37 إصابة للفيروس، ما دعا السلطات إلى إعلان حالة التأهب القصوى لمواجهة انتشاره. كما نصحت النساء بعدم الحمل لمدة 2 أو السفر إلى الأماكن المصابة. ومتابعة الاحتياطات التي تتخذها وزارة الصحة حول الفيروس، ينضم إلينا مشاهدينا الكرام في الاستوديو الدكتور إدريس بن صالح العبيداني، مدير دائرة الأمراض المعدية بوزارة الصحة. دكتور، مرحبا بك. مرحبا بك أخ سعيد. زيكا ينتشر بصورة ملفتة في الأمريكتين، وأيضا هناك حالات طوارئ، أيضا حالات استنفار صرف ملايين الدولارات من أجل مكافحة هذا الفيروس المنتشر بقوة. صورة مختصرة نأخذها منك عن زيكا. نعم الأخ سعيد، زيكا هو مرض فيروسي وهو ينتقل للإنسان عن طريق لدغة البعوض الأيديز عموما، وهي من فصيلة الزعجة المصرية الأيديز أجبتاي، وهو ينتقل عن طريق البعوض. عموما الأعراض هي تختلف أو تمتد لمدى أسبوع، تبدأ بأعراض ارتفاع في درجة الحرارة، طفح في الجلد، ألام في العضلات والمفاصل، وأيضا التهاب ملتحبة العين. نعم دكتور، يعني تحدثت عن نوع معين من البعوض، أين ينتشر؟ أين بداية انتشار هذا البعوض؟ طبعا هو دعني أتحدث قليلا عن اسم الزيكا. هو زيكا يعود إلى أحد الغابات اللي تم اكتشاف المرض في 1947 في أحد أنواع الرايزس من القردة، ومن ثم تم تسجيل أول حالات في أوغندا وتنزانيا في عام 1951، ومن ثم كانت انتشارات فرادية، لكن مع 2007 تم انتشار بشكل أوبئة، ومن ثم إلى 2013 و15 تم تسجيل حالات في الأمريكتين. طيب في الأمريكتين ما السر وراء هذا الانتشار السريع الملفت؟ طبعا هو هذا الناقل للمرض البعوض انتشر في العقد 40 المنصرم بشكل كبير جدا، ويعزو ذلك إلى عوامل كثيرة، عوامل بيئية منها التوسع والعالمية وانتشار وعدم التخلص من النفايات بالطرق الصحيحة، فأدت بالتالي إلى تكاثر مستنقعات المياه وعدم التخلص منها، فبالتالي أدى إلى انتشار هذا النوع من البعوض. مع العلم هذا النوع من البعوض أيضا ينقل أمراض أخرى، منها حمى الصفراء ومرض الضنك أو الضنك، وأيضا الشيكنغونيا أحد الأمراض. دكتور، كيف هو انتقاله لأجنة الأمهات؟ يعني هناك تشوهات خلقية لعديد من المواليد سجلت في الأمريكتين. نعم، أحب أذكر أو أنبه للأخوة المشاهدين أولا أن المرض هو مرض خفيف الوطأة، قليلا ما يؤدي، بل نادرا ما يؤدي إلى وفاة لا سمح الله، ومن أدى إلى وفاة هم من كانت عندهم أعراض، هو في غضون أسبوع شخص يشفى. ولكن الإشكالية، وذكرت حالة طارئة تثير قلقا دوليا أول من بداية هذا الشهر عن طريق منظمة الصحة العالمية، لأنه كان فيها تصاحبها تشوهات في الأطفال متلازمة جيليان باري، وأيضا نقص في محيط رأس الطفل، فبالتالي أدى إلى تشوهات خلقية وأيضا اضطرابات عصبية. فكانت هذه هنا يوجد مثل ما يقولوا الإصابة بالمرض، وهذه التسجيل يعني على سبيل المثال في البرازيل أدى وجود هذه التشوهات الخلقية في الطفل 20 مرة تضاعف عن ما هو عليه 2010، فيوجد علاقة بين المرض والتشوهات، ولكن إلى الآن نحن نريد المزيد من الدراسة. نعم، رئيسة البرازيل تقول أن هناك اتفاق مع الولايات المتحدة حول إيجاد لقاح للحد من هذا الفيروس، لا توجد هناك أي لقاحات أو أدوية حتى للتخفيف من هذا الفيروس؟ نعم. حاليا
الأخ سعيد، أنا مثل ما ذكرت لك أنه هو الفيروس هو فيروس خفيف الوطأة، معظم التهاب حمى والتهاب مفاصل وعضلات أسبوع تقريبا تختفي، ولكن الآن الوطأة مع الأم الحامل أدى إليها. طبعا المرض لا يوجد له لقاح ولا يوجد له مصل ولا يوجد له علاج، هي معظم من يصاب بها فقط الراحة وأخذ المسكنات. نعم عموماً. طيب نأتي وأدوية خفض الحرارة. جميل يعني. نأتي إلى السلطنة، ما هي الاحتياطات المتخذة هنا؟ نعم طبعا الاحتياطات المتخذة في السلطنة هي تمثلت كالآتي. أولا تم عمل توعية للجمهور والكادر للمجتمع عموما في الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، وايضا تم تعميم عن مرض للكادر الطبي في جميع المؤسسات التابعه لوزاره الصحه والاخرى. ايضا تم عمل ترصد للنواقل هذا المرض والتاكد من خلوه في السلطنه. واحب ان اذكر نقطه مهمه، انه هذا المرض او هذا الناقل للمرض في معظم اجزاء السلطنه غير متواجد. وايضا القيام بالتنسيق مع المطار على اساس انه اجراءات النقل والطيران والى اخره حسب التوصيات التي اشرت عن طريق منظمه الصحه العالميه. وايضا تم اجار العمل على جلب كواشف التشخيصيه لهذا المرض. نعم. إذن الدكتور إدريس بن صالح العبيداني مدير دائرة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك. أحسنت. نحو التميز المهني في الممارسة الصيدلانية، افتتحت أعمال المؤتمر الدولي السادس للرعاية الصيدلانية وسط مشاركة إقليمية ودولية ومحلية واسعة. المؤتمر يركز خلال أعماله لمدة يومين على تحسين مهنة الصيدلة ومناقشة تحدياتها وتطوير الكوادر الصيدلانية للوصول للتميز المهني. الأخطاء الدوائية تلحق الضرر بما لا يقل عن مليون ونصف المليون شخص سنويا، وتتسبب في إحداث خسائر مالية باهظة، مما استدعت الحاجة إلى استمرار عقد المؤتمر الدولي الذي يعنى بالتميز المهني في الممارسة الصيدلانية. هذا المؤتمر السادس ذو أهمية عالية جدا، كما يعلم الجميع أن الأدوية في تطور مستمر. الأدوية التي تستخدم اليوم لعلاج كثير من الحالات المرضية هي أدوية معقدة، أدوية لها أعراض جانبية ربما تكون مضاعفات خطيرة جدا. لذا دور الصيادلة كما قلت سابقا هو ليس فقط إعطاء الأدوية التي يصفها الأطباء للمريض، وإنما هم صمام الأمان بين الطبيب والأدوية والمريض. المؤتمر في نسخته السادسة يستعرض 17 ورقة عمل محلية وعالمية، وتنفذ فيه جلسات حوارية تستعرض أحدث المستجدات في الممارسات الصيدلانية. الخطط العلاجية من خلال الصيدلة الإكلينيكية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال توزيع الأدوية وتقييم تداخلات السلامة الدوائية موضوعات سلط المؤتمر الضوء عليها سعيا لتطوير وتحديث العمل الصيدلاني والوصول إلى التميز المهني. الجديد في هذا المؤتمر مشاركة القطاع الخاص ومشاركة كبيرة من الطلبة من الجامعات المحلية وجامعات دول المجلس. نحن نركز في هذا المؤتمر على تقديم الدعم الفني والمعرفي للصيادلة والكوادر الصيدلانية المساعدين بغرض التعرف على كافة التطورات في الممارسة المهنية للصيدلة. يحاضر في المؤتمر متخصصون دوليون في مجال الصيدلة وسط مشاركة ما يزيد عن 500 فرد من صيادلة وأطباء وممرضين من مختلف المؤسسات الصحية. هناك أمور ضرورية يجب على الصيدلانيين اتباعها أثناء عملهم في عملية وصف الدواء، ونحن كمحاضرين في المؤتمر سنركز عليها جيدا، لأن مهنة الصيدلة دقيقة ويجب توخي الحذر فيها. كما صاحب المؤتمر افتتاح معرض طبي تشارك فيه 27 مصنعا وشركة محليا وعالميا يعرض أحدث ما تم التوصل إليه في مجال صناعة الأدوية والأجهزة الحديثة والمواد الطبية ومعدات التشغيل الآلي. جميل جدا، جميل جدا. ومن المؤمل أن يخرج هذا المؤتمر الدولي في نسخته السادسة في مجال الرعاية الصيدلانية بالعديد من التوصيات والنتائج في مجال الصيدلة بالسلطنة. محمد بن عمير الهنائي، محافظة مسقط. وقد أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة أن أسعار الأدوية في السلطنة انخفضت بنسبة 20 إلى 60%.
الأدوية في السلطنة ولله الحمد ومنذ عامين وبعد أن نفذت الأوامر التي اتخذت أو توجيهات أصحاب الجلالة والسمو رؤساء وملوك دول مجلس التعاون بتوحيد وصول الأدوية للسلطنة، تم تخفيض أسعار الأدوية في السلطنة بين 30 إلى 60%. أسعار الأدوية في السلطنة الحين مقارنة بالدول المجاورة أما أنها نفس القيمة أو أقل في بعض الأحيان، وهناك خطوة إضافية في المستقبل القريب إن شاء الله وهو تخفيض هامش الربح. هذا ما زال قيد الدراسة ولكن الخطوات بدأت، ونحن سعداء وفخورون أن الأدوية في السلطنة لم تعد أغلى من الدول المجاورة وإنما في كثير من الحالات هي أرخص. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. نقوش ورسوم صخرية تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد تمثل مجالا خصبا أمام الباحثين في وادي بني خروس. هل تعرفون أن الصغار يتمتعون بقدرات كبيرة؟ بإمكانهم تعليمكم الكثير، وعندما تقدمون لهم البداية الصحيحة يصبحون أفضل وأفضل. مع جبنة أبو الولد أطلقي إمكانيات صغارك. تحيات القيادة الروسية لجلالة السلطان المعظم أبقاه الله ينقلها معالي سيرجي لافروف خلال استقبال سمو السيد فهد بن محمود له. السلطنة تؤكد خلوها من فيروس زيكا وتعلن جاهزيتها لرصده وكيفية التعامل معه. عريقات يقول إن ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة تعتبر جرائم حرب. الذي تمارس سلطة الاحتلال الإسرائيلي الآن يرقى إلى إرهاب دولة حسب ميثاق جنيف الرابع لعام 49 جرائم حرب. استشهد 3 شبان فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة بعدما ادعت سلطات الاحتلال بأنهم هاجموا عددا من جنودها بالسلاح الأبيض. من ناحية أخرى، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن كل ما تقوم به إسرائيل من عمليات استيطانية وعدوان على الفلسطينيين يعتبر من جرائم الحرب وفقا للقوانين الدولية، وذلك منذ الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة. الذي تمارس سلطة الاحتلال الإسرائيلي الآن عام 2016 أمام نظر وبصر العالم وحسب جميع ما أسس له القانون الدولي يرقى إلى إرهاب دولة أعلى أنواع الإرهاب، سواء كان في نقل السكان، في سواء كان في المستوطنات، في مصادرة الأراضي كما قلت، في رفض كل ما قامت عليه قرارات شرعية دولية تنفيذه واحتجاز جثامين شهداء، حتى هو حسب ميثاق جنيف الرابع لعام 49 جرائم حرب إرهاب. والآن لدينا 6 ملفات أمام المجلس القضائي The Chamber of Judges في المحكمة الجنائية الدولية. الأول هو ملف الاستيطان الذي كان منذ عام 67 إلى الآن، الثاني هو ملف العدوان على قطاع غزة عام 2014، الملف الثالث هو ملف الأسرى، الملف الرابع هو ملف الإعدامات الميدانية، والملف الخامس هو ملف جرائم المستوطنين المرتكبة بحق أبناء شعبنا الأعزل. طيب. زاد الملف السادس هو ما يتعلق بتدمير البيوت والعقوبات الجماعية التي تمارسها إسرائيل. في جنيف أبدى وفد المعارضة السورية عدم تفاؤله حيال سير محادثات السلام المنعقدة في المدينة السويسرية مجددا تأكيده رفض أي مقترح يدعو إليه، بل يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع رموز الحكومة السورية. وقبيل اجتماع وفد المعارضة
بديمستورا. أكد كبير المفاوضين في الوفد محمد علوش أن الوفد سيناقش المبعوث الأممي في مسألة إيقاف الغارات الروسية التي تسبب في قتل المدنيين على حد قوله، واصفا المجتمع الدولي بالتخاذل حيال نصرة الشعب السوري. في العراق تمكن الجيش العراقي من دخول منطقة السجارية آخر معاقل تنظيم داعش في مدينة الرمادي. وقال مصدر أمني عراقي إن الجيش تقدم باتجاه المنطقة دون أي مقاومة تذكر من التنظيم الذي لاذ مقاتلوه بالفرار على حد تعبيره، مخلفين بعض العبوات الناسفة التي نجح الجنود في تفكيكها. وتشن القوات العراقية حملة عسكرية لاستعادة جميع مناطق الرمادي من التنظيم تحت غطاء جوي من قوات التحالف الدولية. يناقش النواب الأوروبيون في ستراسبورغ الاستفتاء البريطاني المقبل حول بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد غداة اقتراحات قدمها رئيس مجلس أوروبا دونالد توسك لتفادي خروجها منه. في الأثناء شرع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعرض مشروع الاتفاق الرامي إلى تفادي خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بشكل مفصل أمام البرلمان البريطاني. وقال كاميرون إنه سيناضل للدفاع عن مسودة اتفاقية جرى التوصل إليها مؤخرا تهدف إلى بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن مسودة الاتفاقية ستحدث التغيير الجوهري الذي يطالب به في كيفية إدارة الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير البريطاني أنه ينبغي العمل على بعض التفاصيل قبل القمة المقررة لزعماء الاتحاد الأوروبي في 18 من الشهر الجاري. أعلنت طوكيو أنها ستدمر الصاروخ الذي تعتزم كوريا الشمالية إطلاقه هذا الشهر لوضع قمر اصطناعي في الفضاء الخارجي إذا ما هدد الأراضي اليابانية. وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي إن المضي في عملية إطلاق الصاروخ سيكون انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي واستفزازا خطرا، مطالبا أجهزته الأمنية جمع وتحليل المعلومات اللازمة في حال انحراف الصاروخ عن مساره. كانت المنظمة البحرية الدولية قد أعلنت أمس أن بيونغ يانغ أبلغتها بعزمها على إطلاق قمر اصطناعي بين 25 من الشهر الجاري، في إعلان يأتي عقب شائعات عن استعداد كوريا الشمالية إجراء تجربة على صاروخ باليستي. استعراض مسيرة العلاقات الثنائية الطيبة التي تربط السلطنة وماليزيا وبما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين كان محور لقاء معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني خلال استقباله الفريق أول تان سري داتو سري الدكتور الحاج ذو الكفلي بن محمد زين القائد العام للقوات المسلحة الماليزية. وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقام الفريق أول تان سريداتو سري الدكتور الحاج ذو الكفلي بن محمد زين القائد العام للقوات المسلحة الماليزية والوفد المرافق له بزيارة إلى كلية القيادة والأركان بمعسكر بيت الفلج، حيث استمع خلال الزيارة إلى إيجاز عن كلية القيادة والأركان والمنهاج العام في التأهيل والتدريب وما تحويه الكلية من قاعات وفصول دراسية وما زودت به من تقنيات معلوماتية حديثة. كما قام القائد العام للقوات المسلحة الماليزية بزيارة لكلية الدفاع الوطني، واستمع الضيف الماليزي إلى إيجاز شامل عن كلية الدفاع الوطني تناول ما يحتويه هذا الصرح العلمي الأكاديمي الاستراتيجي من مرافق وتجهيزات متطورة وحديثة. كما اطلع الضيف الماليزي على أقسام ومرافق الكلية المختلفة وما تحويه من قاعات متنوعة صممت وفق أحدث المواصفات وزودت بأفضل النظم التعليمية وأنظمة الشبكات الإلكترونية المتعددة الأغراض. قام أصحاب السعادة أعضاء لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى بزيارة إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. وقد عبر معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عن شكره لجهود لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى على ما تقدمه من دراسات ورؤى مهمة حول الإعلام السمعي والبصري،
وأثنى على متابعة اللجنة للتطور الذي شهدته إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان عبر افتتاح مجمع الاستوديوهات الرقمية وإطلاق الهوية السمعية والبصرية الجديدة وتدشين قناة عمان الثقافية. وأكد معاليه أن الهيئة مستمرة في عملية التطوير في منتجها الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني، وترحب بالرؤى المختلفة حول منتجها الإعلامي، وتقوم بدراستها للاستفادة منها في عملية التطوير المستمر. كما أكد على أن قناة عمان الثقافية التلفزيونية تهدف في الأساس إلى الحفاظ على الهوية الثقافية العمانية وتقديمها للجمهور في سلطنة عمان وخارجها بآليات جاذبة تتميز بأعلى مستويات الجودة. من جانبهم أشاد أصحاب السعادة أعضاء لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى بمشروع الهوية الإذاعية والتلفزيونية وما رافقها من تطوير للمحتوى البرامجي والإخباري وتعزيز قدرة القنوات السمعية والمرئية في إيصال الرسائل الوطنية والاهتمام بتنمية الكوادر بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ورفض الهيئة بطاقات شبابية جديدة في مختلف قطاعاتها. وقام أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بجولة في مختلف أقسام مجمع الاستوديوهات الرقمية. فجت الزيارة يعني للتواصل مع الإخوان في هذا الجانب وأيضا عن قرب وأيضا حتى ردة أفعال لبعض الردود التي نراها في الشارع العماني موجودة من خلال المغالطات اللي تقال عن 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 بعض المبالغ وعن بعض الأطروحات للهوية. فكانت هدف زيارة الإخوان أعضاء لجنة الإعلام والثقافة إلى هذه الهيئة. حقيقة احنا فرحانين ومسرورين بما رأيناه في هذا الجانب من خلال تطور تقني للاستديوهات الرقمية، من خلال أيضا تأهيل الكوادر العمانية حتى يتماشوا مع هذا، يجب أن يؤدوا أداهم ودورهم جيد. فأيضا القناة الثقافية تعتبر نراها استجابة لدعوة من لجنة الإعلام والثقافة في الفترة السابعة، تعتبر أحد توصياتنا أنه هناك يجب أن يكون قناة ثقافية تهتم بالثقافة العمانية، وإحنا يعني عمان تزخر بمكنون ثقافي كبير بحاجة إلى وعاء حاضن له ويبثه بأبهى صوره. ونرى هذه القناة جيدة وأتت في وقتها، ونتمنى أن الاستديوهات الرقمية والهوية العمانية وكل ما هو موجود في الهيئة أن يكون باكورة لقنوات أخرى عديدة. احتفلت السلطنة باليوم العالمي للأراضي الرطبة والذي يصادف الثاني من فبراير من كل عام، وحرصت وزارة البيئة والشؤون المناخية من خلال مشاركتها في هذه الاحتفالية على مشاركة مختلف دول العالم بهذا اليوم من خلال إقامة الفعاليات والبرامج التعليمية والتوعوية وحملات تنظيف واستزراع أشجار القرم. فن النحت على الرخام والخشب عنوان لمخيم النحاتين في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. المخيم أقيم بمشاركة حوالي 30 فنانا من داخل السلطنة وخارجها، ويسعى لصقل مواهب الفنانين العمانيين. عندما يعرف بجبل الرخام بالقرب من سد وادي الجزي، تجمع حوالي 30 من فناني النحت من السلطنة والدول الخليجية والعربية بمشاركة فنانين من دول أخرى في مخيم النحاتين بدورته الثالثة. هناك يعني الكثير من البرامج اللي تركز على تنمية الموهبة النحت لدى مجموعة كبيرة من الفنانين العمانيين الناشئين من خلال احتكاكهم بمجموعة كبيرة أيضا من الفنانين اللي قادمين من أقطار الوطن العربي. هاي أكيد إضافة جميلة، تحتك بنخبة من الفنانين والدارسين والخريجين والدكاترة، يعطوك حافز فني وآراء فنية تدعمك في مشوارك وتتقدم أسرع وتوصل لمراتب أجمل من ما أنت فيه. فخر كبير لكل النحاتين، وكونهم السنة يستضيفون نحت الخشب اللي احنا متخصصين فيه
بلا شك هذه إضافة كبيرة جدا، نتمنى إن شاء الله نفيد ونستفيد. يهدف المخيم الذي يشارك فيه نحاتون من مختلف دول العالم إلى الارتقاء بفن النحت عبر تبادل ثقافة الفن بين المشاركين والتسويق للسلطنة عالميا عبر هذا الفن. تعتبر المخيمات إضافة علمية، إضافة مهارية، إضافة حتى في ثقافية بالنسبة للفنان وباقي الفنانين. لأي فنان أنه يشارك في فعالية من ثقافات مختلفة من فلسفات مختلفة حتى في الاتجاه الفني، دي بتضيف لكل فنان خبرات الآخر. الفنان اللي جاي من برا يحكي عن الفنان العماني، يتكلم عن الفنان العماني، فبالطريقة دي صار في تسويق للفنان العماني، إضافة إلى أن نحن نريد نحط سلطنة عمان في خارطة الثقافة، الفعاليات الثقافية والفعاليات الفنية على مستوى العالم، وهذا هدفنا من فعالية مخيم النحاتين، لأنها بالفعل فعالية فريدة على مستوى العالم. ويقضي الفنانون حوالي 5 أيام لإنتاج أشكال فنية عبر فن النحت على الرخام والخشب. ويسعى المشاركون في هذا المخيم من السلطنة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية بل حتى دول العالم إلى إبراز طاقاتهم ومواهبهم في مجال فن النحت، وذلك على مدى 5 أيام. منصور بن ناصر السعدي، ولاية صحار، بمحافظة شمال الباطنة. التحول من التعداد التقليدي إلى التعداد المستند على السجلات التجارية من أبرز بنود مذكرة التفاهم التي وقعتها السلطنة والمملكة الهولندية. هذه المذكرة تركز على توفير إحصاءات رسمية لأغراض صناعة القرار والبحث العلمي. لغة الأرقام تتحدث هنا في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. فالتحول من التعداد التقليدي إلى التعداد المستند على السجلات التجارية كان حديثا لمذكرة التفاهم الموقعة بين السلطنة والمملكة الهولندية التي تملك 100 عام منذ إنشاء جهازها الإحصائي. كما تعمل المذكرة على تطوير الإحصاءات اللوجستية وتوفير الإحصاءات الرسمية لأغراض صناعة القرار والبحث العلمي. أتت الفكرة حقيقة إلى هذه العلاقة اللي بين عمان وهولندا على أن تربطنا عمل مشترك هو العمل الإحصائي، ونظرا لما تمتلك حقيقة الجهاز الإحصائي الهولندي من الخبرة حوالي 100 سنة حقيقة من إنشاء الجهاز الإحصائي الهولندي وريادتهم حقيقة في أوروبا. وعلى صعيد متصل، وضع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات استراتيجية 2040 في الاعتبار لرفد المؤسسات بالبيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية لبناء خططها. المعلومات هو حقيقة أساس التخطيط، سواء تخطيط حكومي أو تخطيط القطاع الخاص أو تخطيط الأفراد. فإنشاء حقيقة المركز بذاته أن يكون أحد التابعين للمجلس الأعلى للتخطيط، هذا دليل على أهمية هذه المعلومات عند اتخاذ القرار. النظر بعين فاحصة لمستقبل مبني على مؤشرات واقعية تستند على حقائق من أرض الواقع. البيانات التي تخرج من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تساهم في وضع الكثير من الخطط والاستراتيجيات الموضوعة للتنمية الشاملة في البلاد في وقت نصل فيه إلى الخطة الخمسية التاسعة. من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فارس بن جمال وهيبي، مسقط. إذن مشاهدينا الكرام، إلى الأخبار الاقتصادية والزميل خالد بن سعيد العبري. مساك الله بالخير خالد، تفضل معك. كلا النشرة الاقتصادية إن شاء الله تفاصيل. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. أعلنت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات إثراء في مؤتمر صحفي عن خطتها للعام 2016. الخطة تضمنت تدشين سلسلة من الأفلام وحلقات العمل وأمسيات رمضانية، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات ترويجية والمشاركة في المعارض الخارجية لجلب مجموعة من الاستثمارات للسلطنة.
خطط الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات إثراء تركز العام الحالي على الأسواق الواعدة للصادرات العمانية غير النفطية، أهمها الأمريكية والإيرانية والهندية والسنغافورية والصينية، وتنظيم لقاءات ترويجية والمشاركة في المعارض الخارجية، منها معرض الكويت التجاري الدولي. من أبرز المعارض اللي إن شاء الله راح نشارك فيها هي المشاركة في معرض مارموماك بإيطاليا للسنة السابعة على التوالي. أيضا راح يكون في المشاركة في معرض أوبكس الذي سيتم تنظيمه في إثيوبيا. وأيضا عندنا مجموعة من اللقاءات الثنائية اللي احنا نظمها إن شاء الله خلال عام 2016 للمصدرين العمانيين، من ضمنها طبعا السوق الإيراني، وأيضا عندنا السوق السنغافوري. وأيضا هناك العديد من الفعاليات الأخرى اللي ستكون موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تسعى إثراء في خطتها السنوية إلى تدشين سلسلة من الأفلام وحلقات العمل وأمسيات اقتصادية للترويج عن المقومات الاستثمارية للسلطنة والتسهيلات والخدمات المقدمة للمستثمرين لتأسيس مشاريعهم في مختلف المحافظات. 2015 كانت بالنسبة لنا سنة مهمة جدا، لأن سلطنا الضوء من خلال دراسة على ما هي القطاعات التي يفترض أن نحن نركز عليها في سلطنة عمان، متمشية مع التوجه اللي موجود لدى الحكومة، القطاعات الاستراتيجية، وضفنا عليها كذلك قطاعات أخرى هي كذلك لها فرصة واعدة في جذب هذه الاستثمارات وتوطينها في سلطنة عمان. الدراسة كذلك أشارت إلى 10 قطاعات، وهذه القطاعات كذلك ربطها بالأسواق حددت 25 دولة حول العالم. برامج إثراء تتضمن أيضا تنظيم حملة استثمر في عمان وملتقى التنافسية في نسخته الثالثة لبحث سبل تعزيز تنافسية السلطنة من خلال إشراك مؤسسات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تدشين الدليل الإلكتروني لممارسة الأعمال التجارية في السلطنة. في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لا شك أن السلطنة متجهة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمارات مع استقطاب مختلف المصارف المالية لتوظيف الكوادر العمانية. هذا ما أكده سعادة حمود بن سنجور الزجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. لا شك أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها السلطنة وغيرها من الدول المنتجة للنفط تمر بظروف صعبة نتيجة لانهيار أسعار النفط في الآونة الأخيرة، إلا أن القطاع المصرفي نتوقع منه على أساس يساهم بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد، خاصة وأن الحكومة الحين متجهة إلى تشجيع القطاع الخاص لأخذ دور أكبر في التنمية الاقتصادية في البلاد، وكذلك لتشجيع الاستثمارات وحشد المدخرات من المجتمع لخدمة الاقتصاد العماني. فإن شاء الله البنوك سوف تواصل أدائها المتميز، وكذلك تواصل في استقطاب الكوادر العمانية المتدربة والمتعلمة والمؤهلة كذلك، فتكون هناك إن شاء الله يعني فرص توظيف في هذا القطاع لكل مجتهد نصيب إن شاء الله. عقد اليوم اجتماع للرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة في السلطنة. الاجتماع جاء بتنظيم من الطيران العماني، وبحث الإجراءات الكفيلة بتحسين نظم وأساليب العمل والسياسات والحوافز المتوفرة لجذب الاستثمارات في السلطنة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الشركات والمؤسسات بالسلطنة في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية. نحن في أوربي نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة.
بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر أبريل القادم 29 دولارا و76 سنتا للبرميل، وشهد سعر نفط عمان اليوم انخفاضا بلغ 73 سنتا عن سعر يوم أمس. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر فبراير الجاري بلغ 34 دولارا و59 سنتا للبرميل، منخفضا بذلك 7 دولارات و70 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يناير الفائت. هذا واستمرت أسعار النفط العالمية في التراجع لثالث جلسة في التعاملات الآسيوية جراء ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي، وانخفضت عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت إلى أقرب استحقاق ب11 سنتا إلى 36 دولارا و61 سنتا للبرميل، في حين تراجعت عقود خام القياسي الأمريكي غرب تكساس 10 سنتات إلى 29 دولارا و78 سنتا للبرميل. النشرة الاقتصادية انتهت، وعودة للزملاء. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. ركوب الهجن هواية راقت للعديد من الشباب في ولاية السويق. كاميرا الأخبار رافقت مجموعة من هواة ركوب الهجن وأحد ملاكها في رحلة قصيرة إلى رمال مشايق، أو التي يتعرف عليها محليا بعروق مشايق، إحدى الوجهات الجميلة في الولاية. هذه هي العزبة في عرف أصحاب الهجن، يجتمع الصغار والكبار وتفاصيل تختزل الضيافة والكرم. سلطان الكيومي وعبد العزيز الكيومي يستعدان لرحلة قصيرة على ظهور الجمال، يتشاوران مع المجموعة في كل التفاصيل ويضعان مسار الرحلة إلى أن نوصل عروق مشايق. من يبرد الجو ويبدأ موسم من شهر البوش ننظم رحلات، هذه الرحلات تكون على ظهور الإبل. كذلك فائدة هذه الرحلات أن نحن نرفع من كفاءة هذه الإبل ونمارس هوايتنا التي نرغب فيها ونفتح صدرنا. انطلق الشباب كعادتهم لقضاء وقت الفراغ، والوجهة رمال مشايق، إحدى المناطق الجميلة في ولاية السويق، يأنسون في رحلتهم بصوت التغرود. على هذه الرمال الذهبية يسيرون على خطى الأجداد، يبتعدون عن صخب المدنية، تحيطهم مناظر الطبيعة الفاتنة. وفي هذا الموقع أناخوا مطاياهم في استراحة قصيرة قبل استئناف المسير. طبعا اهتمامنا بالإبل اهتمام يعني منذ القدم قديم، يعني ما لنا حاليا بادين فيه، منذ من أجدادنا وآبائنا، وحاليا نحن مهتمين في هذا الموروث ونعلم طبعا أولادنا، فنحصل أوقات فراغ نطلع فيه نحن والشباب نتجمع، وبالإضافة أن هذا شعار ولايتنا ونحن بعد مهتمين فيه. ويستمر المسير بهذه الألفة، ولكن المفاجأة كانت بعد بضع كيلومترات، شباب من الأصدقاء على ربوة رملية ينتظرون عبد العزيز وسلطان ورفاقهم في ضيافة موقع الوصول. استمتعت بهذه الرحلة الجميلة منذ انطلاقتها، وقبل أن يرخي الليل سدوله تناولت فنجان القهوة لأختم معهم رحلة عنوانها الأصالة. عبد العزيز بن حمد العجمي، محافظة شمال الباطنة، ولاية السويق. ننتقل إلى الأخبار الرياضية مع مزون. مزون مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. آخر الأخبار الرياضية؟ آخر الأخبار طبعا محليا، اعتماد مجلس الاتحاد العماني لكرة القدم عن قائمة أسماء الجهازين الفني والإداري. نتابع التفاصيل. شكرا. أهلا.
أهلا بكم. اعتمد مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم عن قائمة الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم، حيث يقود المنتخب الوطني الأول المدرب الإسباني خوان لوبيس كارو، ويساعده لورينزو ديميال وسيدريك فيفيلي مدربا للياقة البدنية، والشاذلي المبروكي مدربا لحراس المرمى، وتم تعيين المدرب السابق مقبول البلوشي مديرا للمنتخب، وبدر الميمني مساعدا لمدير المنتخب، وجاءت بقية المهام تباعا على مستوى الجهاز الطبي والجهاز الإعلامي. وتم تعيين مدير المنتخب السابق محمد العلوي مديرا لإدارة الشؤون الإدارية بالوكالة. وضمن منافسات دوري عمان تل المحترفين، تفوق صحم على ضيفه صلالة بثلاثة أهداف لهدف واحد، وذلك في مباراة شهدت إثارة كبيرة بين الفريقين على ملعب المجمع الرياضي بصحار، وتمكن صحم من فرض هيمنته على مجريات المباراة ليسجل هدفي السبق عن طريق محسن جوهر في الدقيقة 47، وسجل الهدف الثالث المحترف ألكسندر بالدقيقة 69، فيما جاء هدف صلالة الوحيد عن طريق هاشم صالح. وما زلنا في الأخبار المحلية، حيث خسر نادي مسقط على أرضه وبين جماهيره أمام الشباب بهدف دون رد في مباراة أقيمت على استاد السيب الرياضي، والتي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا من أصحاب الأرض، وجاء هدف الشباب في الدقيقة 5 عن طريق عبد الحافظ ثويني، والثلاث نقاط للشباب كانت كفيلة أن ترفع رصيده للنقطة 21 متقدما في سلم الترتيب ومبعدا خطوات عن منطقة الخطر، في حين تجمد رصيد مسقط عند النقطة 17 ملازما مكانه في مؤخرة سلم الترتيب. وفي مباراة القمة للجولة 18 من دوري عمان تل المحترفين، تعادل صحار مع ضيفه السويق في أرضية المجمع الرياضي بصحار، حيث انتهى اللقاء المرتقب بنتيجة سلبية تبادل فيها الفريقين الهجمات على مدار شوطي المباراة، والتي لم تسفر عن تسجيل أي أهداف لتغيير مجريات اللعب في المباراة، والتي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا تجاوز 12,000. يا الله يا الله. وإلى الأخبار العالمية، حيث زادت محن نادي بايرن ميونخ الألماني الدفاعية بإصابة الوافد الجديد سردار تاسكي، وذلك بعد أن أصيب اللاعب في أول حصة تدريبية له مع فريقه الجديد. وتعاقد بايرن ميونخ مع المدافع الدولي سردار تاسكي حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة من سبارتاك موسكو الروسي، مع إمكانية الشراء، بيد أن الأخير قد تعرض للإصابة في أول حصة تدريبية له مع الفريق البافاري. وانتقل رسميا المهاجم الكولومبي جاكسون مارتينيز لاعب أتلتيكو مدريد إلى غوانزو الصيني، ولمدة 4 مواسم بصفقة اعتبرت في الصين بأنها تاريخية، حيث بلغت قيمة الصفقة 42 مليون يورو لتكون أعلى صفقة في تاريخ الدوري الصيني لكرة القدم. وكان مارتينيز قد تجاوز الفحوصات الطبية التي سبقت التوقيع، ومن المتوقع أن يغادر مباشرة إلى دبي حيث معسكر الفريق الصيني هناك. وقاد سي جي ماكولم فريقه بورتلاند للفوز على ميلواكي باكس بنتيجة 107-95، وذلك ضمن منافسات الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة، ليواصل ماكولم تألقه مع فريقه بورتلاند بتسجيله في اللقاء 30 نقطة، معززا تفوق فريقه في الربع الأخير لتصبح النتيجة 85-75، وسجل جيرالد هندرسون ثلاثية ليصبح الفارق 15 نقطة، وهو الانتصار 5 على التوالي لبورتلاند.
وإلى الخبر الأخير في هذه النشرة، حيث حقق نجم فريق بارماك دوكاتي الإيطالي دانيلو بتروتشي أسرع وقت في اليوم الثاني لاختبارات بطولة سباقات الجائزة الكبرى للدراجات النارية بماليزيا، ومضى بتروتشي بعد استئناف الاختبارات على حلبة سيبانغ ليحقق أسرع دورة حول الحلبة وهي دقيقتان، يتقدم بستة أجزاء مئوية من الثانية على بطل العالم الإسباني خورخي لورينزو، فيما سجل هيكتور باربرا ثالث أسرع وقت وخلفه بطل العالم السابق الإسباني مارك ماركيز. بهذا مشاهدينا وصلنا بكم إلى نهاية النشرة الرياضية لهذه الليلة، وعودة إلى الزملاء. نقوش ورسوم صخرية تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد تمثل مجالا خصبا أمام الباحثين لدراسة علاقة الحضارة العمانية بالحضارات التاريخية المتعاقبة. نعم بثينة، وموقع هذه الصخور في وادي بني خروص بولاية العوابي، وهي عبارة عن نقوش وحفر صخرية تعرف عالميا بالأجران. على امتداد هذه السلسلة الجبلية لوادي بني خروص تبرز معالم أثرية تروي زاوية من تراث وتاريخ السلطنة. حارث الخروصي يقودنا إلى نقوش ورسوم بين هذه الجبال توثق لمرحلة ما قبل الكتابة. رسومات صخرية هي رموز ما قبل الكتابة. الإنسان تطور، بدأ بالرموز ثم بعد ذلك اكتشفت الكتابة، وهي يعني عبارة عن رموز منطوقة. الكتابة عبارة عن رموز منطوقة، فأيضا هذه أحد الوسائل التعبيرية التي اعتمد عليها الإنسان القديم، وهي الرسومات الصخرية في عصر ما قبل الكتابة. على هذه الصخرة المليئة بالرسوم والنقوش يروي لنا حارث عن مرحلة التوثيق المعروفة لدى الحضارة اليونانية والرومانية والمصرية، والتي تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد والمعروفة بالأجران. هذه تسمى في علم الآثار بالأجران، اكتشفت أيضا في أوروبا وفي الشام وفي أماكن أخرى من العالم، وهي تدل على دفين أو على أيضا أو قبر بصفة عامة، تدل على قبر أو دفين، وهي رموز يعني كثير من الأشخاص حاولوا أن يحلوها حول العالم. تنتشر بالأساس في الحضارة الرومانية، وربما انتشرت وامتدت هذه الثقافة إلى عمان وإلى حضارات أخرى. لا يخفي حارث قلقه من أن يعتري هذه الرسوم والنقوش العبث نظرا للأعمال الإنشائية المتواصلة والزحف العمراني، حيث يأمل أن يتم الحفاظ عليها من قبل الجهات المختصة باعتبارها كنزا أثريا ورافدا من روافد السياحة التاريخية للسلطنة. في بعض الأشياء يعني بدون قصد أو بقصد هناك تشويه لبعض الكتابات، سواء من الشركات أو حتى المرتادين لهذه المواقع أو كذا. فمثلا نلاحظ بعض مثلا إنشاء الشارع الملاصق لهذه حصاة الصفا، نلاحظ أنه الشركة بعض هذه الأشياء بسبب معدات إنشاء الشارع تكسير في هذه الكتابات الرسومات الصخرية. طبعا هذه الحصاة حصاة الصفا قرية بني السلط أحد أهم الأماكن المشهورة بالكتابات الصخرية، واللي هي تعاقبت عليها الكتابات الصخرية فترة بعد فترة وزمن بعد زمن. ودعنا حارث على أن يكشف لنا مزيدا من الرسوم والنقوش والكتابات في مواقع أخرى من سلسلة جبال الحجر الممتدة هذه. عبد الله بن عامر الويهي من وادي بني خروص بولاية العوابي محافظة جنوب الباطنة. النشرة انتهت، نذكر بأهم ما جاء فيها. تحيات القيادة الروسية لجلالة السلطان المعظم أبقاه الله ينقلها معالي سيرجي لافاروف خلال استقبال سمو السيد فهد بن محمود له. السلطنة تؤكد خلوها من فيروس زيكا وتعلن جاهزيتها لرصده وكيفية التعامل معه. عريقات يقول إن ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة تعتبر جرائم حرب. الذي تمارس سلطة الاحتلال الإسرائيلي فالآن يرقى إلى إرهاب دولة حسب ميثاق جنيف الرابع لعام 47 جرائم حرب. في الختام هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، شكرا لكم، في أمان الله.